سؤال آخر نطرحه الليلة، ما الذي سيحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ هذا السؤال يطرح منذ هجوم 7 أكتوبر وبدء التصعيد والضربات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل. وبحسب المعطيات فإن الأمور تتجه للتصعيد مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أنهى مناورة عسكرية في القطاع الشمالي تدربت خلالها قواته على سيناريوهات القتال والمناورة مع ممارسة التحرك في تضاريس متشابكة إلى جانب التقدم على محور جبلي واستخدام النيران. المناورات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن أجرى جنود الاحتياط تدريباً يحاكي القتال في لبنان الأسبوع الماضي أيضاً. التدريبات هذه جرت فيما رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق عدد من الصواريخ التي اخترقت الأراضي اللبنانية ووصلت إلى عدة مناطق في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابات. أما حزب الله فقال إنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في المطلي بالأسلحة المناسبة، كما أعلن استهداف مواقع أخرى. وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مبنى يتواجد فيه عنصرا من حزب الله في منطقة المطمورة جنوبي لبنان. ولعل هذه التطورات والاستعدادات هي من دفعت رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي لزيارة إلى الحدود الشمالية وتحديدا إلى مقر الفرقة 210 على حدود هضبة الجولان، حيث أعلن من هناك أن قواته تركز على قتال حزب الله وتستعد لتحركات هجومية داخل الأراضي اللبنانية. من حيفا معنا المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي الدكتور موشي العاد. دكتور موشي أهلا بك في غرفة الأخبار الليلة. انطلاقا من هذه التدريبات، من هذه المناورات المتواصلة التي تجريها القوات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية، هل يمكن القول إن إسرائيل تتحضر لاجتياح بري في لبنان؟ مساء الخير للجميع. أعتقد أن ما يجري منذ 11 شهرا على حدود الإسرائيلية اللبنانية حرب استنزاف شديدة مع أضرار جسيمة. إسرائيل دفعت ثمن كبير، وأعتقد حتى الجانب اللبناني يعني مئات القتلى من حزب الله. ولكن فوق كل شيء هذا إحنا يعني نرى أن فشل التسوية في المنطقة من جانب الوسيط الأمريكي أموس أوبشتين. فلذلك أن إسرائيل ليس لها أي خيار آخر، إلها 80,000 مواطن، 80,000 مواطن من الشمال يريدون أن يعودون إلى منازلهم، أولاد اللي موجودين اليوم في مدارس في أماكن أخرى، عند أقربائهم، عند جيران، يعني ما في إمكانية. لكن هل عودة هؤلاء إلى منازلهم سيد العاد مرهونة بهذا التدخل البري، بهذا التصعيد البري على الحدود الجنوبية للبنان؟ أعتقد أن إسرائيل صبرت كثير، يعني 11 شهر واستوعبت كل الأضرار، وأضرار حاشدة، أضرار جسيمة في كل المنطقة. يعني يمكن لكن هناك من يعتبر يا دكتور موشي أنها صبرت كثيرا لأنها غير قادرة على القيام بهذا التصعيد. لا لا لا, 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 لا هي لا قادرة على ذلك. هي تتحدث عن نقص في دباباتها بسبب تضرر هذه الدبابات في قطاع غزة، في القتال في غزة. وبالتالي هل لدى إسرائيل القدرات الكافية للقيام بهذه العملية؟ اللي منع إسرائيل حتى اليوم ليس التخوف من جبهة إضافية، بل سمعنا كثير مرات يعني الكلمة don't من أمريكا، يعني إنه امتنعوا. إحنا امتنعنا بهذا الموضوع، وليس بشأن يعني عدم القدرة. القدرة تتواجد حتى في 3 جبهات بنفس الوقت. أعتقد أن نحن يعني أفرجنا للجميع، حتى للأمريكان، للأوروبيين، للدول العربية، أن إحنا يعني مش رايحين على الحروب بسهولة أو فرحانين لا سمح الله.
ولكن ما عندناش خيار اخر. فلذلك سمعنا اليوم من وزير الدفاع الذي من رئيس الاركان عفوا الذي زار المنطقه الشماليه ان الجيش موجود حاليا باستعداد جدي لمكافحه او اجتياح او حمله في جنوب لبنان. لكن دكتور موشي، هذه التصريحات لرئيس الاركان الاسرائيلي هيرتسي هاليفي تتناقض بشكل كبير مع التصريحات الاسرائيليه التي استمعنا اليها بعد ليله الضربه الاستباقيه، يعني كلنا توقع قبل ايام بانه هذه المعركه يعني تصل الى لربما مستويات قاسيه مع الرد الذي أتى من حزب الله على عملية اغتيال شكر وما سبق أيضا من قبل إسرائيل من ضربة استباقية، لنستمع من الجانب الإسرائيلي بأنه لا يريد التصعيد على هذه الجبهة. اليوم كلام هيرتسي هاليفي يناقض تماما هذه التصريحات الإسرائيلية السابقة. ولا إسرائيلي يريد التصعيد، وبنفس الوقت كل إسرائيلي يريد أن يرى كيف المواطنين في الشمال يعني راجعين إلى بيوتهم، ويعني نقطة حملة حزب الله على مستوطنات الشمال. فلذلك أقول لكن أي تصعيد الموضوع. أي تصعيد دكتور موشي سيؤثر بشكل كبير على هذه المدن والبلدات القريبة من شمال إسرائيل. طيب شو الخيار؟ لكن يعني كيف نعيدهم؟ كيف نعيدهم إذن؟ أنا أقول بشكل واضح، الحق على الوسيط الأمريكي يعني هو فشل مرة أخر مرة. يعني حزب الله يعني لم يسمعوا بأي صوت من الأصوات التي توصل من أوروبا، يعني بس من إيران. إيران تقول لحزب الله، كلبنان هي راهنة عنده، تقول لحزب الله لا تنسحب إلا بعد اللي تاني، خلي الإسرائيليين يكونوا باستنزاف. احنا بنقول للجميع، للاوروبيين كما للامريكان، هذا يعني واجب اسرائيلي، ونعمل كل جهد. 11 شهر ننتظر تيكون هناك يعني حل، وما في حل. طيب في حال فشلت هذه الجهود، هل يمكن لاسرائيل ان تقدم على عمليه احاديه الجانب من دون هذه الموافقة الأمريكية؟ هل يمكن لإسرائيل ألا ترد على كلمة دونت كما أشرت لي، هذه الكلمة التي تكررت مرارا على لسان الرئيس الأمريكي؟ الحساسية موجودة، يعني أمريكا تتواجد حاليا، وحزب الله يعرف هذا، والإيرانيين يعرفوا هذا. أمريكا تتواجد حاليا على أبواب انتخابات، وآخر شيء تريد اليوم أمريكا يعني أن تكون جبهة إضافية. ولكن زي قلت بالأول، الدونت هذا يجب أن يشطب حاليا، لأنه هناك 80,000 شخص غير موجودين في كنازحين في إسرائيل. فلذلك يعني انتظرنا 11 شهر، يعني نحن ستي على أبواب اجتياح أو ضربة قوية على لبنان. هلا هناك ما يرى دكتور موشي العاد انه هذه العمليه لا يمكن ان تتم او ان تقدم عليها اسرائيل الا اذا كانت الارض محروقه في هذه المنطقه التي تسميها اسرائيل او تريدها منطقه امنه. اليوم لماذا تقوم اسرائيل بعمليه توغل بري في لبنان ان كانت حقيقه تحقق الاهداف التي تريدها من خلال الوصول الى الشخصيات المهمه بالصف الثاني وحتى الصف الاول في حزب الله، وان كانت تضرب مراكز قياده مهمه لحزب الله، لماذا تقدم على توغل او عمليه بريه؟ لدى إسرائيل معضلتان في شان لبنان، في شان اللبناني. صح. المعضلة رقم واحد، هل يجب أن نهاجم الآن حتى عندما يكون الجيش على جبهة إضافية؟ الجواب نعم، حتى على جبهتين يعني إسرائيل قادرة. لا مش عم بسأل عن القدرة، عم بسأل إذا كانت إسرائيل تنفذ أو تحقق أهدافها، شو اللي يجعلها تقوم بعملية برية؟ إسرائيل لم تحقق أهدافها حاليا في لبنان، أهدافها تحقق إذا ترجع يعني يرجعوا المواطنين إلى بيوتهم، وحزب الله يقف كل عمله التخريبية
إطلاق صواريخ، إطلاق والمسيرات يوميا. هذا طبعا على اللحظة فيقف كل الأعمال القتالية بلا شك، ولكن حزب الله علنوا أكثر من مرة هم مش راح ينسحبوا، مش راح يقفوا القتال في الشمال. شكرا على مداخلتكم دكتور موشي العاد، المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي من حيفا.